ما زال التدليس يمارس من قبل رؤساء الكثير من المنظمات الدولية التي تقتات على ما يرمى لهم من بعض الأنظمة السياسية الخبيثة بهدف إنتاج تقارير لا تمس الواقع بصلة. مؤخراً صدر تقرير عن شبكة مراسلون بلا حدود حول حالة الحريات الصحفية في العالم، شمل 180 دولة. جاءت الأردن في المرتبة 64 عالمياً وفي المرتبة 10 عربياً. أداة القياس في التقرير تمثلت بحصيلة كمية للانتهاكات المرتكبة ضد الفاعلين الإعلاميين أثناء ممارسة عملهم، وكذلك ضد وسائل الإعلام، الأمر الذي ساق الأنباط لإجراء عملية بحث وتقصي حول عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في الأردن. خبراء رفيعو المستوى أكدوا للأنباط أنه لم تسجل أي حالة قتل أو خطف أو تعذيب أو حتى حالات تهديد أو تهديد بالضرب للصحفيين في الأردن. التقرير لم يوضح تفاصيل الانتهاكات في الأردن، الأمر الذي يشير إلى حجم التدليس الذي مورس على الدولة الأردنية، نظراً للعلاقات التي تثير التساؤل والتي يمارسها رئيس هذه المنظمة المدعو كريستوف ديلاوار بمنظمات خارجية اجتمعت على المساس بسمعة الأردن. ولو كان غير ذلك لرأينا تفاصيل الانتهاكات التي يتحدث عنها ديلاوار. ومن الدلائل الواقعية التي تثبت أن التقرير مدلس وموجه أنه صنف دولة الكيان الصهيوني بمراتب متقدمة على مؤشر الحريات الإعلامية، بالرغم من كل عمليات الاغتيالات والاعتقالات وعمليات التعذيب والسحل التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الصحفيين، والتي كان آخر ضحاياهم الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقلة. ومن الدلائل أيضاً أن الرئيس ديلاوار لم يتطرق للحديث عن مشروع قانون الأمن الشامل الفرنسي الذي يجرم كل صحفي يقوم بنشر صور الشرطة أثناء اعتدائهم على المدنيين. ومن الدلائل أيضاً أن ديلاوار لم يحرك ساكناً حين قامت السلطات الفرنسية باعتقال صحفي من القناة الفرنسية الثالثة لتصويره مظاهرة، ولم يحرك ساكناً عندما تم ضرب المصور الصحفي السوري أمين الحلبي من قبل الشرطة الفرنسية خلال تغطيته للاحتجاجات. لستم إلا نموذجاً للمنظمات التي تقتات على نعوش الضعفاء، ولا علاقة لكم بما تدعون الدفاع عنه الصحفيين والمؤسسات الصحفية.